هما شوفوا البطاطا معمرة بالتفاح والبطاطا معسلة والبيض من الفوق جات السلام عليكم واهلا وسهلا مرحبا بكم عند خالتي زبيدة. نصبح وانا نفكر شنو غندير للعشاء عندي البطاطا هذه البطاطا سلقتها مسلوقة هي صحيحة، كنحيد لها هذه فوقانية وكنخويها كلها من الداخل. هانتو انت خويتها كلها من الداخل وكهاد اللب ديالها هو هذا بقى ليا. دونك اش غندير في هاد اللب ديال هاد البطاطا هادي؟ دونك عندي هنا اللب نقطعو يكون هكايا مكعبات غير صغار، مكعبات صغيرة بحال هكايا مكعبات صغيرة. اوبا غندير هنايا، انا مختي راعية عييت من خمام حليت الثلاجة لقيت داكشي اللي عندي لقيتو غادي نديرو. دوك عندي المكعبات ديال سميتو، عندي هنايا تفاح خديت واحد النص وقطعتو حتى هو مكعبات صغار، هما مكعبات صغار ديال التفاح. اشنو غندير؟ غندي هنايا الزنجبيل جانجومبر شويه، عندي هنا شويه ديال زيت الزيتون، هو عندي واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض والعصير الليمون الحامض على داك التفاح باش ما يتوكسيداش ديالي. اوكي معلقه صغيره بحال هكا، عندي الملحه طبعا شويه ديال الملحه، عندي هنا شويه ديال السوجه هذه اختياريه، عندي هنا شويه ديال السوجه، وعندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال العسل. معلقه صغيره، ما عندكش العسل دير السكر، انا عندي العسل لان كنصوبو عندنا في الدار عندي النحل دونك درت العسل. كندير هذا الخليط هذا كله كنخلطو وغنديرو في المقله غنديرو يتشحى، وكنشد مقلات وغندير هادشي كله هنايا يتشحر شويه في المقله فوق البوطه ونرجع لكم. الخليط ديالي هانتوما كيجي معسل جا رائعه، كيجي جفن. وكناخد البطاطا ديالي وطبعا غادي نعمرها بهاد الخليط هيا الخليط ديالي بلا ما ندير عليه لاصوص لا والو، هو ديجا فيه لاصوص دونك لاصوص معسله جات زوينه التفاح والبطاطا البطاطا ديالي معمرة بالبطاطا والتفاح معسل، يا سلام يا سلام. ودرت فوق منها البيض مبشور، بيض مسلوق ومبشور، هانتوما جات الروعة. هانتوما صحتكم وراحة.